الرحمن الرحيم. في ناس كتير جدا بتسأل ايه هو اللي حصل في موضوع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، واللي حصل وفقا لكلام الناس ووفقا للمحاضر هو انه حصل اعتداء بالضرب، والاعتداء بالضرب ده كان بإزازة من الفنان حسام حبيب حسب ما تناقلته المواقع الإخبارية. طيب وبعدين بعد كده نتج عن كده ايه؟ نتج عن كده جرح قاطع في الرأس وبعض الجروح والحاجات اللي تسببت وأدت إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب راحت المستشفى وعملت محضر في القسم. طب الاعتداء ده حصل فين؟ الاعتداء ده حصل في منطقة التجمع الخامس في محل سكن الفنانة شيرين اللي بيتردد عليه الفنان حسام حبيب لسبب غير معروف، مع أنه هم المفروض أنه هم متطلقين. وده أكتر لغز ممكن أنه يثير تساؤلات من حضرتك او من حضرتك كمشاهدة او كمتابعة، اللي هو ايه اللي بيخلي الناس دي تعمل كده في الوقت اللي هو فيه يعني المفروض ان العلاقة انتهت. فالعلاقة انتهت يبقى ما هو الداعي لانك انت تبقى بتروح وتتخانق وتعمل مشاكل؟ فانا حسام حبيب قال ان المشكلة كانت علاقة او كانت خناقة عائلية ما بين الفنانة وبنتها، وان هو كان مجرد شخص بيحاول يتدخل، وان الخلاف تطور وادى الى ان هو يتدخل بهذا الشكل، وان هو ملوش علاقة بالموضوع، وان كل الكلام اللي اتقال عن الموضوع ده في ان هو الخناقة بينه وبين الناس كانت خناقة مجرد انه هو بيحاول انه يفض خلاف عائلي، وان الخناقة كان بين شيرين وبنتها، وان هو لبس الحوار، وان هو ملوش دعوة. شكرا.